زهرة الشمعة القلبية هي نبات معمر دائم الخضرة من المتسلقات سريعة النمو والأوراق قلبية، وفي بعض الأصناف تكون أوراقها مبرقشة أو عليها بعض البقع الفضية. يبدأ نبات زهرة الشمع بطرح الأزهار بعد مدة لا تقل عن سنتين لزراعته في الوعاء المخصص له. موطنها الأصلي الصين، ويحتاج النبات لحرارة معتدلة ولا يتحمل الحر، وخلال فصل الشتاء يصبح النبات شبه ساكن ويحتاج للدفء ليلا ويحتاج صيفا لبيئة جافة. ينمو النبات جيدا في الظل وفي التربة الغنية بالعناصر جيدة التصريف، ويحتاج صيفا لبيئة جافة. يحب هذا النبات مكان به ضوء مع عدم تعريضه لأشعة الشمس المباشرة. زيادة الظل وقلة الإضاءة قد تؤثر على فشل الإزهار وتحديدا في فترة الشتاء، لذا يجب الموازنة بين حاجة نبات زهرة الشمع إلى أشعة الشمس غير المباشرة من جهة وإلى الظل من جهة أخرى، وذلك بوضعه في مكان يحصل من خلاله على هذين العنصرين الهامين في عملية التزهير.